نجدد التحية مجددا مشاهدينا من هنا من محافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ. يعني خلال الساعات الماضية تجولنا في عدد كبير من لجان الإسكندرية. نحن لدينا في الإسكندرية تقريبا 4.5 مليون مدعو للانتخابات اليوم وغدا. خلال الجولة اللي أجريناها خلال الساعات الماضية في عدد من اللجان يعني رأينا ولمسنا الإجراءات الاحترازية الموجودة في كل المدارس تقريبا من تعقيم وتطهير وحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين. السادة الناخبين بيطلبوا أصواتهم بمنتهى اليسر والسهولة حتى الآن. العملية كلها ما بتاخدش أكتر من 5 دقائق من منذ دخول اللجنة حتى الانتهاء من التصويت. في تواجد شرطي بشكل مكثف وتأمين عالي جدا. يسعدنا ويشرفنا يكون معانا السيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف. اطلعنا مزيد على التفاصيل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في إسكندرية، شرفتونا. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني تطلعنا على التفاصيل حتى الآن سير العملية الانتخابية بعد مرور ساعتين أو ثلاثة من بدء فتح اللجان. بداية كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يوم عرس انتخابي، يوم الواجب الوطني على كل مصري ان يدلي بصوته عشان يقول رأيه في المرشح اللي هو عاوزه. احنا في العديد من الاجراءات اللي احنا عملناها، طبعا الاجراءات اللي بنعملها في كل الانتخابات دي اجراءات متعارف عليها، لكن اضفنا ليها السنه دي الاجراءات الاحترازيه والوقائيه الخاصه بفيروس كورونا. زي ما انت شايف بدايه من دخول اللجنه بتلاقي بوابات التعقيم للمواطن وهو داخل، الامن متواجد بشكل منضبط جدا، بتدخل اللجنه في اماكن للتباعد، اماكن لوقوف الناخبين. احنا عندنا في اسكندريه 727 لجنه، حوالي 4,051,700 ناخب متوزعين على 395 مركز انتخابي. العدد كبير. احنا جميع اللجان عملنا فيها الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، عملنا فيها عمليات تعقيم وتطهير امبارح وهنستمر النهارده بعد انتهاء اللجنه وبكره الصبح ان شاء الله حتى انتهاء العمليه الانتخابيه. ماشي، عاملين اجراءات احترازيه ووقائيه كويسه جدا. طبعا ده بالاضافه ان احنا عندنا عملنا عده لقاءات، عندنا غرف عمليات موجوده في غرفه عمليات مكبره موجوده في ديوان محافظه اسكندريه، بالاضافه لغرفه عمليات موجوده في مديريه الامن بالتابع امنيا، غرفه عمليات في المنطقه الشماليه بالتابع الوضع بالكامل. في تواصل وتنسيق بين الثلاث غرف. احنا كل الغرف دي بنعملها ليه؟ والغرف دي يعني فيها ممثلين من كل الجهات التنفيذيه عشان نيسر للمواطن انه يحضر هنا ويخلص العمليه الانتخابيه بتاعته ويدلي بصوته في 5 دقائق ويخرج مباشره. احنا بنسهل له كل حاجه، او الدوله سهلت كل حاجه وبذلت جهود جباره عشان تسهل كل الاجراءات للعمليه الانتخابيه. يتبقى حاجه واحده بس، نهيب بالمواطنين انهم يجوا يدلوا باصواتهم عشان ده حقهم وحق اولادهم وده الواجب الوطني اللي هم لازم يعملوه. بالتاكيد، واهل اسكندريه عودونا ان هم متواجدين دايما في كل الاستحقاقات الانتخابيه. خلال الكام ساعه اللي فاتت يا فندم وخلال غرفه العمليات المشكله من قبل حضراتكم، هل وجدتم اي شكاوى، اي تاخير في فتح اللجان، في اي مشكله في اي لجنه في عموم اسكندريه؟ لا، انا بطمنك، انا الساعه 9 بالظبط خدت تمام بفتح جميع اللجان في محافظه اسكندريه ومتابع معاهم لحظه بلحظه. لم نبلغ حتى الان بسمه مشاكل او معوقات او اي حاجه، وغرفه العمليات موجوده. اي حاجه احنا بنتابع مع الجهات، لينا ممثلين من الاحياء في كل لجنه، الامن متواجد بشكل مباشر قدام اللجان، كلنا متواجدين مع المواطن عشان يدلي بصوته ونيسر لي العمليه الانتخابيه. شكرا جزيلا يا فندم، شرفتنا. شكرا جزيلا. يعني كان هذا لقاءنا مع سيادة المحافظ، واكيد هنتابعكم في اللقاءات القادمة مع عديد من الرسائل على مدار اليوم وغدا. سوف نتجول الان في عدد من لجان اسكندرية ونطلعكم اولا باولا بالصوت والصورة على كل جديد هنا في محافظة اسكندرية.